بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. معانا يا جماعة مروحة صين زي ما احنا شايفين، هنيجي نشغلها كده. حطيناها في السيريال اهو زي ما احنا شايفين، منورة حتة زي ما احنا شايفين كده، منورة حاجة بسيطة بس مش دايرة. هنيجي نشغلها دي على 200، هنيجي نشغلها على 100 اهو يا جماعة، نحطها على أول، نشغلها على أول درجة اهو يا جماعة كده، اديتنا إضاءة عالية شوية، زودنا عليهم اتنين اديتنا إضاءة أكتر، زودنا على رقم 3 بالمروحة اديتنا إضاءة أعلى وأعلى. ده ورغم كده يا جماعة ما بتلفش خالص، ومش مديانا سكتم بكتم زي ما بيقولوا. تيجي تحط إيدك كده تحس ان في هزه بسيطه، بس الاكس ده ما بيتحركش. بص يا جماعه جامد جدا زي ما احنا شايفين كده. معناه ايه؟ معناه ان الملفات سليمه، لان هي غيرت معايا وادتني كذا اضاءه على السيريال، وفي نفس الوقت الاكس ده قافش. طبعا حل ده، واحد يقول اديها شويه زيت، واحد يقول لك اديها شويه جاز، اقول له لا، دي عشان الحل النهائي تتغير الجلب. الجلب غالبا يا جماعه بتبوظ، بتوسع. طب ايه اللي بيخليها تقفش بدل هي بتوسع؟ دي بتدخل فيها يا جماعه زي حبيبات رمله او تراب من الجو، جامد شويه زي ما نقول زلط صغير او صغار، فبيدخل جوه بين الجلبه والاكس ده، فبيوقف الايه دي. فطبعا عشان انت تنظفها وتزيتها وتشغلها هتقعد معاك كويس، هتشتغل في الاول، لكن بعد كده ده بالتجربه هتدخل فيها تراب في الفرق اللي هو في الجلبه بين الجلبه والاكس ده وهتقف. فنصيحتي لكل الفنيين، اما يلاقي حاجه زي كده قفشه، مفيش حاجه اسمها اديها زيت او اديها جاز او اديها اي ماده تسيح او تدوب التراب او الشحم الموجود بين الاكس والجلبه. لا، انا على التجربة يا جماعة لازم اغير الجلب، ولو في حاجة في الاكس ده زي شرشرة كده او خشونة لازم تتصنفر او يتغير الاكس ده. ده الحل عشان ما يرجع لهكش بعد كام يوم يقول لك ده وقف التاني. لا، الحل النهائي تغيير الجلب ومعالجة الاكس ده او تغييره. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة لاخواتنا المبتدئين، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.